افتكرت ان عندك مناسبه والمفروض اشيل الميك اب وارجع احط تاني مكياج سواريه. لا تعالي اعلمك ازاي تحولي مكياج النهارده مكياج سواريه بخطوات بسيطه جدا. اول حاجه هغير مكياج العيون، هحط الصمغ بتاع الجليتر في اول العين، وبعدين هاخد كميه بسيطه وابتدي اطبطب في المكان اللي حطيت فيه الجليتر عشان يديني الجلوي لوك اللي انا عايزاه. وبعدين على خط الرموش السفلي في اول العين بدمج الجليتر عشان ما يبقاش متركز كله في مكان واحد. بعد كده هغير في الروج، هخليه شويه بيلمع، هاخد الاضاءه واحطها في نص الشفايف، هنزود شويه البلاشر ويا ريت لو يكون في لمعه بسيطه. وعلشان المكياج يدوم معاكي طول السهره لازم ترشي مسدل. شفتي الموضوع سهل ازاي؟ وبكده حولنا المكياج من مكياج نهار لمكياج سواري. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.